أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تقرير أعمال حكومته لعام 2019، مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت 92% من التزاماتها في العام الماضي، وأكد أن الحكومة تواصل العمل بشكل منهجي من أجل تحديد المشاكل وحلها. على أرقام المؤسسات المختلفة المعتمدة، وطلعنا أيضا على مؤشرات عالمية موضوعية محايدة حتى نتأكد أننا نقيس بشكل شفاف وموضوعي هذه الأمور. والحمد لله نقول أنه من الواضح أن الأردن والأردنيين وبقيادة سيدنا لما نحط خطة واضحة ونحط تكون البوصلة واضحة أمامنا ونبدأ نشتغل مع بعض بشكل تكاملي، نعم نستطيع أن نحقق الكثير. باختصار شديد، ما حققناه بال2019 مهم، ولكن طموحنا وطموح سيد البلاد وطموح الأردنيين أكبر من ذلك بكثير. لذلك ما زال الطريق أمامنا، وبال2020 إن شاء الله وبالتعاون مع الجميع هذه الحكومة ستمضي قدماً في هذا التوجه. موضوع مكافحة الفساد كان أهمية له كبرى في مجالين، جانب التشريعي والجانب الإجرائي. التشريعي هو الجانب الذي يجفف منابت والفساد، لأنه المال العام كان بحاجة إلى تشريعات أقوى وأقصى تجبر المسؤول على تبرير أي تعاظم في الثروة، لا تسمح بالتقادم في أي قضية تتعلق بالمال العام، وتعزز من استقلالية مؤسسات في غاية الأهمية زي ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. عملنا مجموعة من التشريعات والأنظمة التي أعطت لكل هذه المواضيع المزيد من الصلاحيات، ناهيك عن العمل الحثيث مع ديوان المحاسبة ومع اللجنة المالية في مجلس النواب في تقرير ديوان المحاسبة. بطلنا الآن نتعامل مع قضايا عمرها 4 و5 سنوات. اليوم التقرير الشهري لل 2020 يتم تداول فيه وتصويب أي مواضيع فيه في نهاية الشهر، وبتروح للوزير المعني مباشرة، مش مندور على وزير استقال أو كان في حكومة قبل 3 أو 4 سنين وبتكون الأمور فاتت. تعهدنا أمام جلالة سيدنا أن نضع أهداف، مشاريع محددة، إجراءات محددة سنتخذها. قمنا بتجميع تقارير من الوزارات حول مدى الإنجاز، وكان هناك عرض شهري لمجلس الوزراء، كل وزارة بوزارتها ماذا تم إنجازه وماذا لم يتم بعد وإذا في تأخير وأسبابه. وعملنا جردة حساب بشكل ربعي لهذه النتائج وقدمناها وعلى الملأ، وعملنا جلسات كهذه الجلسة بشكل ربعي.